هو ده دور الدراما. يعني احنا هنا مجرد مشهد، بس مشهد خلاك تعود للتاريخ. يعني انا شخصيا لما شفت المشهد ده ترجع للتاريخ وتتفرج وتشوف ايه اللي حصل بالظبط، وده دور الدراما. نرجع بقى ليه زي كنت بكلمكم من شويه كمان عن مسلسل تحت الوصايه. تحت الوصايه الحقيقه من الاعمال اللي بتناقش موضوع مهم جدا وهو قانون، والقانون ده الحقيقه يعني مهم، قانون الوصايه وازاي الام تقدر هي تبقى مسؤوله عن اولادها القصر، واعتقد بتناقشه بطريقه يعني مهمه جدا. المسلسل من الأعمال قدم كمان فنانين متميزين جدا، والحقيقة مكتوب بشكل رائع، فبالتالي كل دور بيقدمه فنان بتحس إن هو أستاذ في الدور. شفنا إزاي الفنان رشدي الشامي خطف الأنظار، يعني الناس كلها بقت عايزة تقول طب فين، طب ما بيجيش ليه، طب ما عملش ليه، طب عايزين نشوفه في أعمال تانية. امبارح بالأمس بالذات حلقة امبارح ومشهد رحيل عم ربيع، وعم ربيع ده لما تشوفه في المسلسل تحس إن أنت عارفه، يعني تحس ان عم ربيع ده يعني انت عايز تطمن عليه. يعني وهو يعني بيموت امبارح في المشهد، واداء الرائعه طبعا منى زكي، تحس ان هم خطفوا قلوبنا وزعلنا يعني على عم ربيع، من كتر ما الشخصيه مكتوبه صح، من كتر ما عندنا مبدعين ممثلين بشكل كبير. تفاعل كمان الجمهور مع الشخصيه دي بوضوح، كمان الشخصيات المهمه شخصيات الصيادين او البحريه زي ما بيقولوا، اللي هم بيطلعوا على المركب علشان يصطادوا يعملوا حاجات كتير. فشفنا شنهابي، وشنهابي طبعا زي ما احنا شفناه شخصيه وعيد شخصيه تانية. الاثنين الحقيقه ممثلين يعني تنسى ان هم ممثلين، انت اللحظات يتهيأ لك ان الناس دي عاشت على المراكب الصيد، عايشين في دمياط بيشتغلوا هذه المهنه، ودي الاجاده الكبيره جدا. كمان عيد على فكره يمكن كان ليه ادوار وكان ليه فيلم مهم، ولكن الحقيقه لما تشوف عيد يعني تبقى حاسس ان هو ابن هذه البيئه يعني، وده الاحتراف. الفنان علي صبحي هو اللي قدم شخصيه عيد، خلينا نسلم عليه. مساء الخير. مساء الفل يا استاذه شكري. ايوه وانت بكلمني بصوتك كده يعني عايزه اقول لك ايه، طب يعني خليك طيب شويه يعني مع منى يعني. انا طيب اهو. اولا انا بحييك على الشخصيه يعني انتوا الثلاثه شخصيات مختلفه، شخصيات مكتوبه حلو، وانتم كمان كنتم بارعين في اداء هذه الشخصيات. الله يخليكي، شكرا جزيلا. يعني مبسوط جدا جدا اولا ان انا معاكي في البداية بتاعك، ومبسوط انه رد فعل ان الجمهور حبوا الشخصيه وصدقوها، والحمد لله ده حب كل الشخصيات يعني عامله كده الناس مصدقينها، وده بالتالي يعني حاجه كبيره جدا. ده كله حصل طبعا بفضل الاستاذ الكبير شاكر خضير، يعني طبعا طبعا كان دي كان اهم حاجه، اهم معلومه طول الوقت بيأكد عليها انه انا محتاج الناس تصدق. طب تعالى لي بس هنا يا عيد، تعالى بس يا عيد عشان انت مشاكس قوي في المسلسل وصعب ترويضك، يعني انت محافظ على الشخصيه انها تفضل مش يعني ايه، يعني هي ماشيه بدماغها، هي شخصيه عيد شخصيه ماشيه بدماغه، ما عندوش المعطيات والحاجات بتاعتنا. فكلمني الشخصيه دي انت جهزت لها ازاي؟ رحت دمياط، اللهجه، شغل البحريه مش سهل، يعني مثلا ممكن الفنان يشوف مهن معينه يقدر يشوفها في الشارع يحصل له يعني مخزون شخصي منها، لكن شخصيه يعني اللي بيشتغل في البحريه او على مركب صيد او بيعمل السرحه زي ما بتقولوا، لازم تعاشر الشخصيه انت نفسها. فهل انت رحت دمياط عملت ايه بالظبط؟ الحقيقه احنا كلنا الفريق كله، فريق البحريه كله، رحنا زياره مره واثنين وثلاثه لمنطقه عزبة برج، وقابلنا صيادين حقيقيين، هم كانوا غايه في التعاون، يعني اتكلموا معانا بشكل كبير جدا على البحر، وطلعنا رحلات بحريه يعني معاهم عشان نشوفهم هم بيصطادوا وهم بيتحركوا ازاي، بيتكلموا ازاي، عايشين يومهم ازاي، يعني ده كله كان كلنا كنا بنعمل الحاجه دي. انا حتى بشوف في اللحظه اللي انتوا جزء من مذاكرتنا للشخصيات الحقيقيه، يعني الناس الحقيقيين غير الشخصيات اللي مكتوبه، يعني
ايه اللي لقطته انت؟ يعني ايه اللي لقطته برضو انت؟ يعني ما نقدر يعني لازم ندي كل دي حقا حقا، ان الشخصيات مكتوبه بعنايه شديده وبحب وباخلاص. صحيح. من الكتاب الكبار الاستاذ شيرين دياب، ده سهل علينا بشكل كبير جدا فهم الشخصيات وفهم طبيعتهم وبنى درامي كويس للشخصيات. وده طبعا يعني حصل كله في الاخر بشكل يعني تيم ورك، ان كلنا شركاء في هذا العمل. صحيح. محدش كان بيبخل على حد معلومه، محدش كان يعني كان كل الناس صراحه من اصغر عامل لاكبر حد في شركه الانتاج شركه ميديا هاب، كان كله بيساعد بحب وباخلاص علشان العمل ده يطلع بالشكل ده. أكيد طبعاً. يعني الحقيقة بص الكلام معاك يعني يحتاج إن إحنا مسلسل كبير ومشاهده كتيرة وعملته جهد كبير، وإحنا الحقيقة وصلت لنا كل اللي حضرتك قلته. أنا بحييك لأنه مسلسل رائع، الإنتاج رائع، وكمان الأداء الشخصيات كان حقيقي. يعني أنا مصدقة إن أنت عيد مش علي صبحي، فخليني أقول لك خليك طيب يا عيد شوية، خلينا نعدي باقي الحلقات. الفنان علي صبحي بشكرك شكرا جزيلا عن هذا المسلسل. زي ما أنتم شايفين كان في شغل حلو جدا في رمضان، وفي مسلسلات ومشاهد وفنانين ومجهود كبير الحقيقة اتعمل. يمكن اللي ملحقش يشوف المسلسلات دي هيكون عنده فرصة بعد رمضان انه يرجع لما يتم الإعادة، او يرجع على منصة واتشت ويشوفها بشكل كبير.